تقول يا ربي وعاوني يا ربي ووفقني ونصرني على القوم الكافرين. ياك الحجة، دابا الا كانت لعبه اسبانيا مع المغرب غنكونوا حنا واقيلا هما القوم الكافرين. بعدا واحد السؤال اللي كان كيجيكم بزاف، كيفاش لامين يامال حتى اختار الصبليون وهو كان باغي المغرب؟ اخوت راه كان باغي، ما تقولش ليا لا واه تربى تما لا واه كبر. كاين عندي فيديوهات جبتو هاد الهضره هذه نتوما شوفوا. هنا كيقولوا بلي كان حكيم قانع وكان مقتنع هو بالمغرب في الفتره هذه. كاين لقطات اخرين تيدي يغني اغاني مغربيه وبلي كان باغي المغرب، وهادشي بشهاده جداتو حنا غنشوفوها من بعد. ما نمشوش بعيد حنايا، ياك عاد ربح مع الصبليون اليورو 2024 هذا، عندك الانستغرام ديالو. هذا واخا ما علينا، كاين كواليس اللي انا وانت غادي كتفرج في هذا الفيديو ما عارفهمش. كواليس اللي خلاو لامين يامال هاد الموهبه الواعره، راه حيت فريمون واعره، الطريقه باش كيكونترولي لا بال، الطريقه باش كيباسيها، الطريقه باش كيخلق اسيست من والو، راه شي حاجه. يعني كان ممكن حنا نكونوا المستفيدين من هاد الموهبه، ولكن كما قلت لكم كاين كواليس اللي تحكموا في الاختيار ديالو. كواليس اللي انا كان يعني في الاخر اختارت الصبليون واستفدت منه، مي ابار صبليون وابار المغرب كون خداه واستفد منه، كاين واحد المستفيد اكبر خرج من الجنب، ماشي المغرب وماشي الصبليون. خرج من الجنب هو اللي غيكون المستفيد الاكبر من هاد الموهبه، عرفتوه؟ كاين منكم اللي غيقول لي با وكذا كان حراق وكذا مشى للصبليون دابا ولدو صوفاغي وصوفي معاه من غير با. خوت كاين واحد اخر كبر من با مو لا شنو هذاك الزوا الصغير اللي بان تاهو مؤخرا داك خوه نعرف كاين واحد اكثر منه واحد شويه. ها هي الاخوان المستفيد الاكبر جاب لله واحد كارت كيشي انفينيتي. هنا هذا كارت كيشي كتقول لك ما تسحبش 2000 درهم في النار 10000 درهم في النار، جاب له هي كارت كيشي ما كتسالاش علينا الخوت. رزق هذاك ما حسدناش رزق هذاك الخوت. ماشي زعما ماشي حسدناها ولا غرنا منها، حنا مخدوها ارساق داكشي ديال الشواج غير ارساق. المهم على حسب ما قال جداتو واش سالها الدار، اجي نشوف الفيديو. خلات عليه لاسبانيا لا والو، موني الامين جايبها بدراعه ماشي جايبها بالرشوه ولا، وعاد ديك البلاد ماشي ديال الرشوه ولا ديال ديلي ولدي الله يهديك ولا، هذيك جبتيها على ركابك عتوصلي ما جبتيهاش سير الله يعاونك. وكنقول له وليدي قول يا ربي وعاوني يا ربي ووفقني ونصرني. نرجعوا للصديقه ديالو اليكس باديلا، شي حوايج وقعوا في الكواليس واللي غتكونوا نتوما ما رديتوش ليهم البال واللي تيخليونا نستنتجوا شي حوايج. هاد الحوايج اللي استنتجت ما كاينش نقولهم لكم، غنوريكم وانتم غتفهموا تبارك الله عليكم راكم على القرص. شوفوا اللقطه هانتوما هنايا كما كتشوفوا بين لامين يامال كيف العاده وجيني ناشط مع راسو نحقو ولدو هذا خليه يفرح به. كاين بزاف اللي ما متفقش مع هذه القضيه تيقول لك لا كذا ولدو محشم به هو اللي عنده 19 عام ولا ولدو كبير عليه وناضج على باه. لا لا خوت انا البلان ما كيجينش بيزار، اب فرحان بولدو والله لا يسمح له شحال من واحد تيقول باللي حتى ولدو نجح عاد جالي حيت با وما مطلق. ما علينا خربقتكم، نرجعوا عليك سباديلا اللي وقع واحد البلان بينها وبين بين لامين يامال ولا لامين جمال. المهم خوت غنقول لي يامال هي اللي مكتوبه له في التوني احمق راسي. فرحان كيف العاده وهو راجع اللور ما شافهاش موراه. شوفوا الطريقه اللي قاستو وقالت له عندك تقيسني ولا بحال كتقال واش شري. المهم هاد البلان تيبين لك مدى الاحترام ديالها لبوين لامين يامال. الاحترام ما كاينش من عدم، هادشي كيخلينا نستنتجوا بلي كاين واحد الكره من هاد اليكس باديلا لبوين لامين يامال، بحال ما عندهاش معاه ما كيدوش ليها. يمكن حيت اشترى الدار لجداتو، يمكن حيت كيفكر على باه فهمتيني، حسات بلي كارت كيشي يمكن غادي تسالها. وشحال من واحد تيقول بلي يقدر يخرج على ولدو هاد بابا تصرفات وهذا. فعلا نقدر نتفق من واحد الناحيه حيت كاين لعابه معروفين اللي والديهم خرجوا عليهم في السمعه ديالهم والكارير ديالهم وهذا الشيء اثر لهم على المسيره الكرويه ديالهم، ويمكن هي خايفه من هذا البلان ما عرفتش. ما علينا دابا نجيو لبواه. بواه اللي دابا نيض عليه بالبال لا واه شوف خونا محشم بولدو لا واه شوف ولدو ناضج عليه، ماشي مشكل هادشي ندوزو. ولكن التهمه اللي ما نقدرش ندوزو هي قال لك اسيدي بواه من بعد ما طلق مع مو حيت كيما عارفين هنا بالنسبه للناس اللي ما عارفينش بوين ومين امين يامال راهم مطلقين. وكتشوفوا واحد العزوه ديما هزوا لامين يامال، راه ماشي خوها الخوت ماشي خوه ولكن خوه من مو حيت مو راه تزوجت واحد اخر. ما علينا ما نخربقوش نكملوا. بواه تيتهموه باللي حتى نجح لامين يامال عاد جا سول فيه حيت ما كانش كيصرف عليه والو. ما نتفقش مع القضيه حيت الانستغرام ديال با هو اونفاس معنا كيما كنشوفوا هنا تبارك الله. راه زعما ملي كان صغير هو انا ضربتوني ديال البارسا ومازال صغير وباه كيتصور معاه فهمتيني. يعني صراحه هضره خاويه هذيك الخوت. انت عاوتاني هنا هما في التيران تصاور كتحس بهم فيهم خلق العشره مع بوا فهمتي.
هادشي كيخلينا نقولوا بلي با كان معاه من الاول قبل ما يكون والو، ما كان والو لا مينيامال، راه با كان معاه. وتصور شهادي عكس بزاف ديال الاباء اللي حتى ولادهم كيديروا علاش عاد تيبداو يسولوا عليهم ولدي الله يرضي عليك ولدي ولدي او با من الزيرو تاع حرق حرق على ودو. دابا بالنسبه للبلان ديال اليكس باديلا جيني كارت غيشي كاين جوج الاحتمالات. الاحتمال الاول تكمل انها تبقى مصاحبه معاه حتى يوصل الدري ل 18 عام باش دير معاه شي عقد شي حاجه شي قسم ثروات. هذا الشيء اللي عمره العقليه ديال الكوار تما هكا فشي صاطه كتبقى تفيزي على شي لعاب ولا شي مغني مشهور تما. وهذا غالبا غالبا 90% يكونوا باش انهم ثاني. المهم انا كنتهمش انا هذه السيده الله يهدا، ولكن الطريقه اللي دارت مع با ديك زدت حالي زدت حالته في دارو مايا تزبين واحد يعطيك واحد ليسين على شنو يوقع مننا واحد عام عامين. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هي انه يعتمد خطه حكيمي اللي شرى المعلم دار في المغرب دار في الصبلي ودار في المريخ بسميه جدته حيت امه مطلقه دابا راه مزوجه واحد العزوه واحد اخر. مزيني اي ثروه كونت بوكر بسميه جدته اي جوا حاجه كلش على جدتك ولدي يامال. فوالا انا عطيتكم الراي ديالي بحق هذا البلبله كلشي كيهضر على مين يامال. انا بالي المستفيد الاكبر من هذا البلبله وهذا النجاح ديال هذا الوليد الله يسهل عليه اختار الصبلي وما اختارش المغرب الله يسهل عليه. هذا اللعبه تبارك الله عليه واهرين ما علينا اختار الصبليون وناجح وتبارك الله غادي نجح في نجاح. انا قلت لكم شكون المستفيد اللي تيبان لي في نظري انا هو المستفيد المحتمل الثاني يقدر يكون هذا العزو هذا ولا غيجي صدف حب وتبن في كل شيء المال وعلى الصد هذيك خاصني نمسحلو هو براسو. المهمه دابا اللي كاين عند بوين لامينيا بحكم ان بوين لامينيا مال بدا معاه من الاول المهمه اللي عنده حاليا المهمه اللي عنده محافظ على داك النجاح ولا القوه باش نسميها. المهم يبقى محافظ على النجاح ديالو اللي كاين دابا يبقى على المدى الطويل بحال الشكل ديال كريستيانو ميسي راه نتوما شفتوا ماشي نجح عام عامين 3 سنين ومشى راه 15 عام وحنا كنهضروا عليهم فهمتيني. نصيحه لبوه من هذا المنبر هذا حافظ على ولدك وحاول تكون فهمتيني سبب باش انه يزيد ينجح. انت كنتي سبب باش انه يكون ناجح عندك مهمه اخرى ديال انك تحافظ عليه يبقى ناجح حيت كاين بزاف ديال العوامل اللي يقدروا يخليوه ما يبقاش ناجح فهمتيني ما يبقاش ناجح مسكين وما يبقاش لا لا يلا وقعت لشحال من واحد انا كنهضر. وكاين واحد المستفيد واحد اخر من لامين يامال هو انا اللي داير هذا الفيديو هذا وغندير واحد السبونسور ديال وانكس بيت اللي من بعد ما كيتسجل بهذه الطريقه وبدكو برومو كيزيد حسابك 2900 درهم وهكا غتولي انت مستفيد واحد اخر لا من يامال ديال الكود برومو في اول كومونتير. الله اشهار سموذ.